السلام عليكم، حلقة جديدة من برنامجي في المرمى، على تقديمها عبد الله الدرويش. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. ملف السوبر السعودي المصري يغلق تماما، الأهلي القاهري يواجه الهلال في الرياض، الزمالك يستضيف اتحاد جدة في مصر. التعاون يصب الزيت على نار الاتحاد ويتخم شباك العميد بخمسة أهداف وخسارة ثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان. الهلال يحسم مباراته أمام الباطن في شوط واحد، والفتح يضم الشباب لقائمة التعادلات في الدوري. سيبوفيتش أحد يتحدث عن الحظ والنعناع والبوسنيين في الكرة السعودية. حياكم الله. اتفق الاتحادان السعودي والمصري على إقامة مباراة كأس السوبر المصري السعودي في 6 أكتوبر المقبل في الرياض، على أن تجمع بين فريقي الأهلي المصري والهلال السعودي، فيما سيلتقي فريقا الزمالك المصري والاتحاد السعودي على لقب السوبر السعودي المصري لأبطال الكؤوس في مصر. بعد 15 عاما من الانقطاع، يعود كأس السوبر السعودي المصري ويغلق ملف مشاركة الأهلي المصري مع مواطنه الزمالك والفريقين السعوديين الهلال والاتحاد بعد شد وجذب طيلة الفترة الماضية. بطولة كأس السوبر المصري السعودي انطلقت العام 2001 في إطار توأمة عقدت بين الاتحادين المصري والسعودي. أما نظام البطولة فتتمثل في مباراتين تقام إحداهما في السعودية والأخرى تقام في مصر، بحيث يلعب بطلا الكأس في البلدين في السعودية، بينما يلعب بطلا الدوري في البلدين في القاهرة. المباراة الأولى من النسخة الأولى أقيمت في 18 مايو 2001 بين الهلال بطل كأس ولي العهد والإسماعيلي بطل كأس مصر، وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدفين لهدف. أما المباراة الثانية أقيمت على استاد القاهرة الدولي بعدها بثلاثة أيام، جمعت بين الأهلي بطل الدوري المصري واتحاد جدة بطل الدوري السعودي، وفاز اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدفين ليفوز بكأس الملك فهد آنذاك. عادت البطولة في نسختها الثانية العام 2003، وكان ممثلاً للسعودية في المباراتين فريق اتحاد جدة بصفته بطلاً للدوري وكأس ولي العهد، بينما شارك الإسماعيلي وصيف كأس مصر بدلاً من الأهلي البطل الذي اعتذر عن المشاركة، والزمالك بطل الدوري المصري. المباراة الأولى في جدة بين الاتحاد والإسماعيلي، وفاز بها الفريق السعودي بهدف سجله حمزة إدريس. وأقيمت المباراة الثانية في القاهرة بين اتحاد جدة والزمالك، وفاز الزمالك بركلات الترجيح. في النسخة الحالية سيستضيف الهلال فريق الأهلي المصري في الرياض على كأس رئيس مصر، فيما سيلعب اتحاد جدة في ضيافة الزمالك على كأس ملك السعودية في القاهرة. وقفة أولى نعود معكم بعدها لنفتح ملف الدوري ونقول فيه: التعاون يصب الزيت على نار الاتحاد ويتخم شباك العميد بخمسة أهداف وخسارة ثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان. والهلال يحسم مباراته أمام التعاون في شوط واحد، والفتح يضم الشباب لقائمة التعادلات في الدوري. حياكم الله من جديد. أدخم التعاون شباك ضيفه اتحاد جدة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة لينتزع الفريق القصيمي فوزه الأول في مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما زادت خسارة الاتحاد خسارة ثالثة بمجموع 0 نقاط ليترك خلفه أسئلة كثيرة وعلامات استفهام لا تنتهي بعد هذه المستويات المفاجئة. وحيد رزق المصري وتفاصيل المباراة الفنية. بندر بصريح في القيادة الفنية لنادي الاتحاد الساعي في بريدة لتعويض خسارتي الرياض وجدة،
خميس التعاون في الدقيقة السادسة يصوب، والقائم يمنع أول الأهداف في المباراة. غياب الهجوم الاتحادي وأصحاب الأرض يندفعون مجددا إلى مرمى عساف القرني. اهتزت شباك الاتحاد بهدف من السوري جهاد الحسين في الدقيقة 18 وسط فرحة الجماهير. 5 دقائق احتاجها الاتحاد ليسجل له فهد المولد هدف التعادل، وهو أول هدف للفريق في مسابقة الموسم الحالي. فهد يعود من جديد إلى مشهد التسجيل للمرة الثانية لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 36 في مرمى كاسيو. كرة من التعاون وصلت إلى مرمى الاتي، هل كان فيها تسلل؟ تمت المراجعة في تقرية الفيديو، والنتيجة هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. بداية الشوط الثاني احتساب ضربة جزاء للتعاون وبطاقة صفراء لأحمد عسيري. القرني يتصدى لمحاولة راموس، فيستمر التساوي الرقمي بنتيجة المباراة بين الفريقين. فهد يودع اللقاء في الدقيقة 62، يشارك رومانينو بديلا له. بعدها بقليل مسلسل الأهداف يتواصل، السوري جهاد الحسين أيضا، وثالث أهداف الفريق القصيمي. ثلاثية تعاونية في شباك الاتحاد. شباك الفريق الاتحادي تلقت الرابع قبل 15 دقيقة من صافرة النهاية، والتوقيع من الكاميروني تاوامبا. البديل عبد العزيز العرياني عاد الأمل من جديد للإتي بهدف ثالث رفع مستوى الإثارة. والدقائق 6 كوقت بدل ضائع انتهت بهدف خامس لسكان القصيم. العنوان النهائي فوز التعاون وخسارة جديدة للاتحاد. وحيد رزق المصري، العربية. وللحديث عن هذه المواجهة وفوز التعاون وخسارة الاتحاد، اتجه إلى جدة. معنا من هناك حمزة إدريس اللاعب السابق، وأيضا ينضم إلينا من الخبر سعود كريري اللاعب السابق، وكلاهما لعبا في الاتحاد وشهدا يعني فترة ذهبية لهذا الفريق الجداوي العريق الذي يعيش حاليا أزمة فنية ظاهرة بخسارته الثالثة أمام التعاون. بداية أبدأ معك حمزة، يعني لنعطي التعاون حقه يعني في هذا الانتصار بخمسة أهداف. كانت خسارة مفاجئة بكل تأكيد، لكنه انتصار يحسب للتعاون، لجهاد الحسين، لتوامبا الذي سجل أيضا حضورا جديدا في هذه المباراة. كيف تعلق حمزة؟ بكل تأكيد بصراحة التعاون شفنا اليوم ظهر بشكل جيد. بصراحة التعاون من بداية الموسم بأدى أداء جيد، وسط ملعب قوي جدا، حلول فردية موجودة، القوة الهجومية واضحة بشكل كبير، دائما بيستطيع التسجيل، بيلعب بتوازن. بصراحة فريق يحتاج أكيد وقت مع الدورة حيكون بشكل أفضل، لكن اليوم ظهر بانسجام، سجل 5 أهداف، أضع ضربة جزاء، عنده كان بعض الفرص المحققة. دفاعيا بيعاني في الصحيح، التعاون بيعاني دفاعيا لأنه سهل أنك تسجل في مرمى، لكن كرة القدم تقدر تديرها إذا كان عندك قوة هجومية، أحيانا بتتحمل بعض الأخطاء الدفاعية. فريق مميز يملك لاعبين أصحاب حلول، أصحاب شخصية داخل الملعب. جهاد ما زال بيستمر، بيمتعنا بصراحة، بيقدم أفضل الأداء داخل الملعب، يملك كل الحلول في التسجيل، في صناعة الأهداف، في قيادة الفريق. بصراحة شخصية الفريق كانت واضحة في المباراة، شخصية قوية، ما اهتز حتى لما الاتحاد كان يقرب في النتيجة. الشوط الأول الاتحاد تقدم عليه، مع ذلك التعاون استمر بنفس الأداء. أعتقد يملك أنه التعاون يملك مدرب جيد يعرف يتعامل مع الفريق بشكل رائع. نعم سعود، أريد أن أتحدث عن يعني جهاد الحسين، هذا اللاعب اللي يقدم نفسه في كل موسم بشكل ممتاز يعني، ويكون رقم صعب جدا في خريطة التعاون ومدربيه يعني على اختلافهم. كيف شايف سعود اللاعب جهاد الحسين، أداء الأدوار التي يقوم فيها، يعني أدوار حتى دفاعية وهجومية، وعند القدرة على يعني تقديم كل شيء مهاريا، تسجيل، عطنا تعليقك عليها سعود. بعدين نعم نقول مبروك لنادي التعاون، هارد لك نادي الاتحاد. زي ما تعرف الكابتن جهاد الحسين يعتبر من اميز المحترفين في الدوري السعودي، لاعب مميز، اكثر من موسم امتع في جميع الانديه السعوديه اللي لعب فيها. جهاد الحسين يعني صعب انك توصفه، لاعب يملك جميع الحلول، لاعب عنده القدره
الهجومية، القدرة الدفاعية، لاعب متعب للفريق الخصم. حتى من أيام إحنا كنا نلعب كنا نضرب الألف حساب، لاعب يعتبر العقل المدبر أو المفكر، يعتبر قائد حقيقي في وسط الملعب لنادي التعاون. لاعب عنده إمكانيات التسجيل، لاعب قيادة اللعب، يعني لاعب متكامل بمعنى متكامل. هذا نوعية المحترفين اللي أنت تقدر تستفيد منهم. جهاد الحسين صحيح أنه حين متقدم في السن، بس لاعب خبرته قاعد يقدمها لنادي التعاون بالفائدة، طالع الفريق، مطلع شكل الفريق، إضافة إلى المحترفين المتواجدين بعد في نادي التعاون مع اللاعبين المحليين. نادي التعاون يلعب على قدم إمكانياته، وهذا يحسب لإدارة نادي التعاون أنها استمرت على جهاد حسين من المواسم السابقة. نعم حمزة، المهاجم توامبا، المهاجم اللي فريق التعاون الجديد، أيضا يقدم نفسه بشكل جيد، تحركاته، تمركزه، تسجيل الأهداف، وهذا هو الأهم يعني للنادي حينما يتعاقد مع لاعب. كيف شايف هذه الصفقة حمزة؟ بكل تأكيد الصفقة مميزة جدا، دائما بيكون محطة هجومية، دائما بيعرف يحتفظ بالكرة، دائما بيسوي عمق للفريق في الناحية الهجومية، لاعب جماعي حتى في عملية الاحتفاظ بالكرة وتمريرها للزملاء، وتحركاته دائما خطيرة، قوي بدنيا، حساسيته عالية، مسجل 3 أهداف في 3 مباريات. أعتقد أنه مكسب واضح معالمه من بداية الموسم أنه هو مهاجم خطر، ويملك لاعبين وسط مميزين في عملية التمويل. يعني بصراحة مكسب كبير، وهذه النوعية اللي أنت تحتاجها لما تجيب مهاجم صندوق، تحتاج المهاجم القوي اللي هو يستطيع أنه يحتفظ بالكرة، يستطيع عنده حلول في فردية في الناحية الجماعية في صناعة اللعب، وكذلك عنده حساسية عالية في التسجيل، يحتاج فرصة أو فرصتين في كل مباراة بيسجل منها هدف. صفقة ناجحة بكل المقاييس للتعاون. طيب خلنا نفتح ملف الاتحاد وخسارة الثالثة له في هذا الدوري والمباراة الخامسة بدون أي انتصار. أبدأ معك سعود، يعني المدرب السعودي بندر باصريح هل يلام على هذه النتيجة؟ وقبل ما نسأل هل هو يلام أو لا يلام، هل بدأ المباراة بالشكل المناسب، بالتشكيل المناسب؟ تشعر أن داخل ملعب اللاعبين يؤدون أدوارهم بالشكل المطلوب منهم أو لا؟ الكابتن بدر باصريح اليوم بدأ بتشكيل بوجهة نظره هو كمدرب. لابد تعرف أحيانا لما يكون إقالة مدرب ووقت قصير بين مباراة، أغلب المدربين يحبون يسوون الصدمة داخل الفريق بتغيير بعض العناصر، أعطاهم كثير يعني الثقة أنهم تقدرون أنتم تعوضون الشيء اللي طاف في الفريق. الكابتن بندر باصريح أنا اليوم ما أقدر أحمله أي مسؤولية وخسارة المباراة لأشياء كثيرة. يعني كابتن بندر باصريح ما بدأ معهم بداية الموسم، صحيح أنه يمكن مبارتين أو 3 مباريات ما كان يعني بفترة الإعداد متواجد، فما يحسب له أي شيء من خسارة اليوم. الشيء الثاني الهم والمهم في هذا الموضوع كله من الاتحاد، إحنا شاهدنا الاتحاد يمكن هذه 5 مباراة الاتحاد يلعب بدون أي هوية من فترة المدرب دياز. مدرب دياز مدرب كبير وقدير، بس فكرة وعمل الفني ما يتواكب مع تركيبة نادي الاتحاد. نادي الاتحاد مو أي مدرب يقدر إنه يسوي التوليفة اللي تعمل الفارق داخل الملعب. شفنا المدرب سيير الموسم الماضي ما كان عنده متوفر لعيبة الأجانب على مستوى عالي، لعيبة المحليين ما كانوا على المستوى العالي، بس شاهدنا الاتحاد كان يلعب، موجود الروح القتالية المعروفة عن نادي الاتحاد، فريق يقاتل إلى آخر رمق في المباراة، حتى لو كان خاسر مباراة يرجع للمباراة. الفترة الحالية نادي الاتحاد ممكن من تسجيل أول هدف تقريبا يبدأ الانهيار في الفريق. نادي الاتحاد يبغى له الشغل كثير، ونتمنى من جماهير الاتحاد أن تصبر على الفريق وما تطالب الفريق بالبطولات في الموسم هذا والموسم المقبل. صحيح متوفر لعيبة أجانب عندهم 8 محترفين، بس الاتحاد يبغى له الشغل كثير، ننتظر على الاتحاد أكثر من موسم على بال ما يعود الاتحاد. طيب حمزة، يعني تتفق مع سعود في خصوصية بندر باصريح أنه لا يتحمل أي مسؤولية؟ ويعني وأبغى منك تعليق على طريقة بداية بندر باصريح لهذه المباراة، اختيار الأسماء، طريقة اللعب، يعني نشعر بأنه عاد طريقة لعب سييرا مع الاتحاد اليوم، تتفق أو لا؟ عبد الله خلينا أكون معك واضح، يعني بصراحة الاتحاد فريق من الناحية الفنية بصراحة ما بيأدي بشكل جيد، من الناحية النفسية ما بيأدي بشكل جيد، ممتاز. القتالية داخل الملعب الفريق يفتقدها، التركيز
في من اللاعبين داخل الملعب برضو تركيزهم ضعيف جدا، فبالتالي من الصعب انك تحكم على المدرب. بداية المباراة الشوط الأول كان الاتحاد أدى أداء مقبول، يعني سجل فيه هدف، رجع تقدم بهدفين، كان المفروض من اللاعبين انهم يحافظوا على انه ينتهي الشوط الأول وانت متقدم، خاصة انك انت عارف انت مش في أفضل حالاتك، المفروض تكون داخل الملعب عندك الخبرة انك كيف تدير المباراة وكيف تخرج من المباراة هذه بأقل الخسائر. يعني بالنسبة لي كان التعادل للاتحاد كان يكون مقبول، وكان قادر بمجريات الشوط الأول انه يقدر يدير المباراة بشكل جيد. في بعض الأخطاء ارتكبها الكابتن بندر اكيد، يعني بصراحة الأدوار خاصة لعيبة المحاور، يعني في الناحية الدفاعية انت عندك دفاع الاتحاد دائما في اخطاء. من الموسم الماضي بنشوف الاتحاد دفاعيا ما هو في افضل حالاته، بغض النظر عن العناصر، انا اتكلم على 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 الشكل الدفاعي للفريق، دائما يعاني في الناحيه الدفاعيه. المحاور ما كان لهم ادوار واضحه في مساندة الدفاع، فبالتالي دائما دفاع الاتحاد بيكون مكشوف. اليوم شفنا بصمه كانت جيده بالنسبه لبندر، انه سرع اللعب في وسط الملعب، اعتمد على الكرات دائما الهجوم المباشر، ما كان يحاول يحضر في وسط الملعب. هذه كانت نقطه ايجابيه، لكن لما انت تملك لاعبين بصراحه تحس ما بيعطوا داخل الملعب، ما بيقاتلوا، ما بيحاول كل واحد يخرج افضل ما عنده، مهما تجيب لهم من مدرب من الصعب انك انت تديرهم بشكل جيد. اعتقد انه اداره الاتحاد تحتاج انها تجلس مع اللاعبين، تحتاج انها تعرف ايش الوضع، من اقرب مننا نحن كمشاهدين بنعلق دائما على المباراه، لكن اعتقد انه الاتحاد بيعاني من مشكله نفسيه في اللاعبين، لانه الهبوط عام من جميع اللاعبين، ما في لاعب مميز في الاتحاد بيأدي في خلال المباريات الخمسة اللي شفناها. ممتاز سعود، برجع قبل شوي انت قلت انه المطلوب من جمهور الاتحاد هذا الموسم انها ما تطالب الفريق بأي بطولة ابدا، يعني بهذا الكلام اعتبر، يعني انا اعتقد انه غير مقبول عند الجماهير الاتحادية، عطفا على العمل اللي سبق الموسم، وايضا الوعود اللي انه سيعود الاتحاد بطل وسينافس على كل بطولات الموسم حينما ذكرها رئيس الاتحاد نواف المقيرن في حديث سابق. لكن هل فعلا هالكلام هذا منطقي؟ وهل فعلا الاتحاد غير قادر على المنافسه هذا الموسم؟ حتى لو مثلا فتره الشتاء صحح قبل اسيا، قبل مسابقه كاس الملك. احنا نتمنى كمحبين نادي الاتحاد، كلاعبين سابقين وفي الفتره الحاليه كمشاهدين نادي الاتحاد، ان الاتحاد يرجع الوضع الطبيعي، يرجع ينافس البطولات، بس بالوضع الحالي من الصعب ان الاتحاد انه ينافس. احنا شايفين جميع الفرق قاعده تتطور مستوياتها، الاتحاد في هبوط عام. زي ما قلت لك ان المشكله الكبيره في نادي الاتحاد فريق غير منظم داخل الملعب، حتى من فترة أيام سيرة كان يحقق بعض النتائج وتصعب، يعني بصعوبة أن يحقق النتائج، لسه نفس المشاكل متواجدة. زي ما قال أخوي حمزة، لابد أن إدارة النادي تقعد مع اللاعبين تشوف الحالة النفسية للاعبين بشكل عام. يعني وأتمنى من جماهير الاتحاد والمشاهدين الرياضيين ما يحملون لاعب بعينه، لابد أن الفريق يتحمل خسارة ككل. الاتحاد قادر أن يرجع فإن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت في حالة تصحيح بعض الأمور. وارجع واقول بوجهه نظري انا المتواضع ان الاتحاد صعب الموسم هذا انه بالوضع الحالي انه ينافس على اي بطوله، واتمنى الصبر على الفريق ودعم اللي تعودناه من جماهير الاتحاد انه دائما تدعم الفريق فشد المحن. طيب حمزه، العمل الاداري بالنسبه للاتحاد، يعني في لنويفا بعد المباراه حينما سئل في احدى القنوات الناقله ذكر بان المشكله ليست مشكله فنيه فقط، عندنا مشكلة ذهنية تتعلق بالحالة الذهنية لدى اللاعبين، نحن اللاعبين، هو على لسانه يقول انه نحن اللاعبين نتحمل المسؤولية، مسؤولية العثرات التي حدثت طيلة مباريات الاتحاد السابقة. كيف تفسر لنا الحالة الذهنية؟ يعني هل هذا يرجع إلى أن العمل الإداري في الاتحاد عمل ناقص؟ أو أن اللاعبين عندهم مشاكل خارج الملعب ولا تعالج؟ عبد الله خلينا بس ارجع لنقطة انه الاتحاد، انا ما اختلف مع اخوي سعود، احترم وجهة نظره، لكن الاتحاد في الموسمين السابقة كان بطل وحقق بطولات. الموسم هذا وضع الاتحاد من الناحية العناصرية على الاقل المفروض انه يكون بشكل افضل.
في عالم كرة القدم لما تملك 8 كروت تقدر تغيرها في الفترة الشتوية، أعتقد أنك قادر أنك أنت تصنع الفارق. بصراحة اللاعبين الأجانب، لاعبين الاتحاد الأجانب للآن ما قدموا أي إضافة للفريق، عكس الفرق الأخرى. نحن نتكلم على جانب الهلال، النصر، صحيح أنه 3 مباريات، لكن شفنا تأثيرهم على الفريق، شفنا أدائهم، القادسية، الفتح، الشباب، بنشوف بصمات للاعبين الأجانب. صحيح. ما عدا الاتحاد، الأهلي برضو لاعبين أجانب مميزين. الناحية الذهنية للاعب، أعتقد أن اللاعب أحيانا اختلاف التعامل، اختلاف الأسلوب، أحيانا يكون اللاعب ما هو مركز داخل الملعب، ما انت قادر انت كإدارة توصل للاعب. المهم جدا انك انت لما تدير اللاعب تدير اللاعب بشكل جيد، تفرض النظام بشكل جيد، لكن مش على حساب الجودة الفنية. لازم توصل للاعبين وتعرف تدير اللاعبين بشكل جيد. يحتاج اعتقد انه إدارة الكرة في الاتحاد، وطبعا انا ما اتكلم على إدارة النادي، لانه دائما إدارة الكرة هي المسؤولة عن إدارة اللاعبين داخل الملعب، والتواصل دائما بيكون من خلال إدارة الكرة. عشان كده انا من البداية قلت لك احتاج انه يجلسوا مع اللاعبين، لانه الهبوط العام في 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 الفريق كل اللاعبين ما بيأدوا بشكل جيد، فبالتالي معناته انه فعلا يكون في عند اللاعبين أمور لو اتضحت. نعم. للإدارة قادرين أن يحلوها. أنا أثق في الأسماء الموجودة في الاتحاد، أسماء عندها خبرة رياضية قادرة أنها تدير الاتحاد بشكل جيد. يحتاج أنهم يتواصلوا ويسمعوا من اللاعبين. أحيانا تحتاج أنك أنت ترجع للاعب في فترات مثل هذه الفترات وتسمع من اللاعب وتحل، أو الحل يبدأ من اللاعب نفسه. متى ما حملت المسؤولية ومتى ما حطيته تحت الضغط ويعرف أنه أنت اليوم ضحيت بمدرب، بكرة حتضحي بإداري، الجماهير ما حترحم، لأنه في الأخير أعتقد المسؤولية هي مسؤولية لاعبي الاتحاد. طيب سعود، يعني أنت لاعب ومريت بفترات يعني صعود وهبوط في مستواك، وأيضا يعني كل اللاعبين الجيدين يمرون بفترات تذبذب في المستوى، بالفترة اللي مثلا تشعر أنه أنت مستواك ليس هو المستوى الذي تريده، تتمنى أنه إدارة الاتحاد تتعامل معك بطريقة معينة، تحتاج إلى تعامل معين، تحتاج إلى أنه الجانب النفسي داخل سعود كريري يعالج. الآن اللاعبين في الاتحاد يعني على رأسه محمد عسيري اللي يحمل المسؤولية كبيرة، أيضا فهد المولد اللي يبحثون عنه الاتحاديين حتى لو سجل اليوم هدفين، وش يحتاجون هذول اللاعبين الآن حتى يعني يعودون بروح الاتحاد ويعودون بالاتحاد إلى مستواه المعهود؟ وش يحتاج اللاعب في هالفترة من المدير، من المدرب، من الرئيس، حتى من الجمهور أيضا؟ في المقام الأول وقفة اللاعبين مع بعضهم البعض، يشيلون بعضهم داخل الملعب وخارج الملعب، لابد لهم يتكاتفون ويتعاهدون أنهم يرجعون مستوياتهم المعهودة. طبيعي أن اللاعب يصير في مستواه هبوط ونزول، بس مشكلة في عالم كرة القدم لما يكون المجموعة كاملة هبوط مستواهم. أنا ممكن لعيب الأجانب ما أقدر أن أحملهم مسؤولية كبيرة في هبوط مستوى الفريق، صحيح يعني لابد منهم أنهم يرتقون بمستوى الفريق إلى الأمام. وفي نادي الاتحاد بالذات أنا أشوف لابد اللعيبة المحليين هم يعرفون وضع نادي الاتحاد، يعرفون المشاكل اللي من قبل في نادي الاتحاد، يعرفون كيف الاتحاد ينتصر وبروح لعيبته بعزيمتهم داخل الملعب، ووقفة جمهورهم ووقفة إدارتهم. لما يكون الاتحاد بيد واحدة الفريق راح يرجع ما يبان. صحيح جت فترة من الفترات أن الاتحاد سواء يمكننا نلعب قبل كابتن حمزة، أنا، الكابتن محمد نور، يصير في دروب في المستوى، هبوط المستوى، بس تلقى اللعيبة هم جميعهم يشيلون بعضهم داخل الملعب. نعم. هنا الآن أنا طالب من أحمد عسيري، طالب من فهد المولد، طالب من جميع اللعيبة المحليين اللي عاشوا في نادي الاتحاد ويعرفون أسرار نادي الاتحاد أنهم يتكاتفون يتحدون الصعاب. هذا وقتهم هم ووقفتهم، لأن مهما يكون جبت لاعب أجنبي مهما كان اسمه مستحيل ان اتوقع انه راح يتحمل مسؤوليه كبيره مثل اللاعب المحلي، خاصه في الفتره الحاليه بوجود 8 اجانب. نعم. وارجع بعد اعرج على نقطه على كلام الكابتن حمزه انه اي نعم انا عندي 8 كروت، فاذا انا فاقدر اغير فيهم في الفتره الشتويه وانا راح استمر طول الدوري الاول على نفس المستوى، على نعم. نفس هبوط المستوى، راح العالم راح تفرق في النقاط جميع الفرق وممكن تتذيل الترتيب، فمن الصعب انك راح تحقق بطوله اذا انت خاسر يمكن اكثر او 4-5 مباريات، خاصه في الوضع الحالي في الفرق السعوديه من 8 لعيبه اجانب. من الصعب يعني انك تحقق بطوله الدوري، من عالم المستحيلات انك تحققهم وانت تقريبا خاسر 3 مباريات او 4 مباريات، فهذا صعب، صعب جدا. هو صعب. لكن حمزه خلينا نتحدث الان عن الاسم التدريبي الذي يحتاجه الاتحاد.
ما هو الاسم التدريبي الذي يحتاجه الاتحاد أو المدرسة التدريبية التي يحتاجها فريق الاتحاد الآن؟ مدرب تكتيكي قوي مثل دياز أو مدرب يعتمد على الجانب النفسي يشحذ هممهم؟ يعني الآن الأسماء أكيد مطروحة أمام إدارة الاتحاد. أنت لو عندك توصية ستوصي بمن أو بالمدرسة؟ ما هي نوعية المدرسة؟ لا أنا دائما أعتمد على المدرب التكتيكي، يعني بصراحة الجوانب النفسية ممكن تديك في مباراة في مباراتين في ثلاثة، لكن صعب جدا أنك تستمر كموسم طويل. يعني أنت في الأخير ممكن تفقد حظوظك في الدوري، لكن عندك بطولات أخرى تقدر تنافس عليها. أنا أتفق مع الأخ سعود أنه فعلا الاتحاد بالنسبة للدوري صعب جدا أنه يحقق الدوري، لأنه ما هو مهيئ أنه يكون بطل دوري، فبالتالي تحتاج أنت مدرب تكتيكي كرة القدم دائما داخل الملعب، بالإضافة للجوانب النفسية أنه اللاعب يكون جاهز، يكون اللاعب في وضع نفسي جاهز، أموره مشاكله محلولة، الدعم المعنوي موجود، الثقة ممنوحة للاعبين، القرب من اللاعب ومحاولة مساعدته. بعض الأوقات ما تملك أنت القرار أنك تحل مشكلة اللاعب، لكن مجرد أن اللاعب يشعر أنك أنت قريب منه، يشعر أنك أنت بتحميه، هذا أعتقد بيعطي دور نفسي ودافع نفسي للاعبين. مدرب تكتيكي يجيد التنظيم الدفاعي، يعتمد على التحولات، لأنه الاتحاد قوته في التحولات. الاتحاد متى ما لعب كرة سريعة يكون قادر على 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 خلق الخطورة وخلق الفرص. يحتاج نوعية لاعبين بصراحة، مع كامل احترامي لبعض اللاعبين وبعض الأسماء الموجودة الأجنبية، يحتاج عندك تحفظ على مين حمزة؟ يعني حمزة عندك تحفظ على مين من الأسماء الأجنبية الموجودة في الاتحاد؟ من الأسماء اللي تعتقد أنها لا يجب أن تكون موجودة؟ عبد الله، انا دائما اقول لك، يعني انا ما احب ان اتجه للاعب، انا لاعب كره قدم، ما احب ان اتجه للانتقاد للاعب. لا هو نقدك مبني على عطائه، مبني على عطائه، على امكانياته، ما في اكيد يعني اي قضيه اخرى. لا، حتى لو نتكلم على لاعب، قد يكون لاعب جيد لكن ما يناسب الاتحاد. يعني الاتحاد يحتاج لاعبين على الاطراف، يملك السرعه، يحتاج مهاجم يملك السرعه، يملك الحلول. عندك لاعب زي فيلانويفا، بصراحة لاعب مميز جدا في الناحية الهجومية. نحن شايفين عموري مع الهلال لما بيمرر لمهاجمين بيستغلوا التمريرات وبيسجلوا أهداف. جهاد الحسين مع التعاون في تمريرات، في مهاجمين استغلوها. فيلانويفا اليوم شفنا تمريرة الفهد المولد، استطاع أنه يسجل. فبالتالي أنت تحتاج، ما دام عندك لاعب مميز في وسط الملعب، تحتاج مهاجمين يجيدوا التحرك بدون كرة بشكل جيد، يعرفوا يطلبوا كرة خلف في ظهر المدافعين، يملكوا الحلول في التسجيل. بصراحة في ظل وجود منصور أنت ما تحتاج ظهير يسار بصراحة، مهما يكون. أنا لما أكون قوي في الناحية الهجومية عندي لاعبين قادرين أنهم يسجلوا. نحن في أيامنا كان عندنا خط هجوم قوي، في بعض المباريات نستقبل هدف أو هدفين أو ثلاثة، لكن عندك هجوم قادر أنه يعوض ويسجل بأربعة خمسة أهداف. لكن لما تلعب أنت تقريبا خمس مباريات تسجل فيك تقريبا 12 هدف، ما تقدر تسجل خمس أهداف، وكلها كانت تقريبا ما في جملة واضحة. عندك ضعف في الناحية الهجومية مع الخلل في الناحية الدفاعية، ولا عندك فريق قادر يستحوذ. فكانت تركيبة الاتحاد مع اللاعبين الأجانب أعتقد ما وفقوا في التركيبة من بداية الموسم، فبالتالي ظهر الاتحاد بشكل غير جيد. طيب سعود، تتفق مع حمزة أن الاتحاد يحتاج إلى مدرب تكتيكي لا مدرب نفسي، أو تختلف معه؟ الفترة القادمة للاتحاد فترة صعبة التي يعيشها الآن فريق مدرب. اي نعم، مدرب تكتيكي، وانا اتجه المدرسة الاوروبية. مدرب قوي شخصية داخل الملعب، سواء قوي شخصية وقريب من اللاعبين. جميل. قوة الشخصية لابد ان المدرب يكون قوي شخصية داخل الملعب، ويقرب من اللاعبين، يخلي اللاعب يطلع افضل ما عنده داخل الملعب برغبة من اللاعب. انت عارف يعني الآن أغلب اللعيبة يتحسسون شيء من المدربين قويين الشخصية، رغم أن كل هذه الصف مصلحة الفريق. وأرجع للنقطة الثانية، أن على كلام الكابتن حمزة، صحيح الاتحاد بعض اللعيبة الأجانب مع كامل احترامي لهم، يعني مهب بالمستوى المأمول اللي راح يرتقي مستوى الاتحاد كثير. يعني أنا تقريبا ممكن أحتاج، صحيح الاتحاد فريق سرعات
احتاج لعيبه على الاطراف، احتاج لاعب مهاجم، تملك لاعب وسط من اميز اللعيبه في صناع اللعب عندنا بالدوري في الونيفا، لاعب خطير خط الدفاع. انا بالاتحاد انا اقدر اني اسوي خط دفاع رباعي مميز. جميل. باللعيبه الموجودين عندي، انا عندي لاعب موهبه كبير في الكره السعوديه لو اعطى الفرصه الكافيه اللي هو زياد المولد. لاعب مميز خط الدفاع، شفناه الموسمين السابقه. فانا اشوف الاتحاد يحتاج مدرب تكتيكي بحت. شكرا جزيلا من الخبر سعود كريري اللاعب الدولي السابق، وايضا من جده حمزه ادريس اللاعب الدولي السابق، شكرا لكما على رايكم. تعادل فريقا الشباب والفتح بهدف لكل منهما في إطار الجولة الثالثة أيضا من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. المباراة التي جرت في الرياض تقدم فيها الشباب بهدف في الدقيقة الثامنة، ثم أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 25. رصيد الشباب ارتفع إلى 7 نقاط، فيما أصبح لدى الفتح 3 نقاط من 3 تعادلات. هدف التعادل لمصلحة الفتح. نعم، الهلال حقق انتصاره الثالث وزاحم النصر على صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. زياد عبيدات. الهلال يبحث عن النقطة 9 وصدارة الدوري أمام الباطن صاحب النقطة الوحيدة، وبحضور الأمير محمد بن فيصل الرئيس الهلال الجديد. التهديد الهلالي بدأ عند الدقيقة 9، رأسية غوميز فوق عارضة الحارس أدريانو فاتشيني. الباطن شعر بالخطر، عزيز بوحدوز يسدد نحو شباك الحبسي والأخير يتصدى. جورجي جيسوس مدرب الهلال يراجع حساباته بحثا عن هدف أول. في الدقيقة 21 أرانجو يتلاعب بدفاع الهلال ويصوب باتجاه القائم، ومدرب الباطن يتحسر. ماجد كيمبا يحاول عبور الدفاعات الهلالية، وسلمان الفرج يبعد الخطر. الهلال السابق يوسف أثنيان يتابع اللقاء ويتساءل أين الهدف الهلالي الأول. ركنية من عموري عند الدقيقة 32، والبليه يسجل أول أهداف اللقاء لمصلحة الهلال. مهنا وقص يتعرض للعرقلة من كارلوس إدواردو، ومهنا يهاجم المدرب جورج جيسوس. نهاية الشوط الأول تقترب، الكرة من عموري إلى غوميز الذي أودعها بشباك الباطن، الهدف الثاني للهلال. من الصناعة هدف، من الصناعة هدف. الوقت بدل الضائع للشوط الأول، تدخل من لوكاس تاليا لاعب الباطن على محمد البريك. الحكم يلجأ للفيديو المساعد، احتسب على إثرها ركلة جزاء للهلال. غوميز يتصدى لركلة الجزاء ويسجل 3 أهداف الهلال. الشوط الأول ينتهي بثلاثية هلالية نظيفة. الشوط الثاني ينطلق، الباطن ينجح بتقليص الفارق بهدف دا كروز عند الدقيقة 48. فيها تقليص الفارق، الباطن يريد الحظوظ من جديد. دخول سريع من كارلوس إدواردو يعكس باتجاه غوميز لكنها بعيدة. كرة على طبق من ذهب من سالم الدوسري إلى غوميز، وفاتشيني يمنع هاتريك غوميز والرابع للهلال. عمر خربين يدخل بديلا لسلمان الفرج، والرئيس الهلالي يحيي جماهير الفريق على طريقته الخاصة. الإصرار الهلالي على تسجيل تواصل، البريك إلى خربين داخل منطقة الجزاء، وغوميز كاد أن يأتي بالهاتريك والرابع للهلال. صافرة النهاية تأتي معلنة فوز الهلال 3-1. 9 نقاط للهلال، والباطن يبقى عند النقطة الواحدة. زياد عبيدات، العربية. We'll be right back.
وقفة أخيرة نعود معكم لنتابع في المرمى وفي ثلاث مواجهات تستكمل الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمة. يلعب العرضية وفرصة جول. سيبوفيتش أحد يتحدث عن الحظ والنعناع والبوسنيين في الكرة السعودية. بكم من جديد. تتواصل منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. اليوم الجمعة يلتقي الاتفاق مع الفيحاء في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في 6:15. الفيصلي يواجه أحد في مدينة المجمع الرياضية في 6:35. أما الأهلي فيستضيف الحزم في جدة في تمام 6:35. ويوم السبت يلتقي الوحدة أمام الرائد في آخر مواجهات الجولة الثالثة في 7:00 بتوقيت السعودية. إذن واحدة من مواجهات الجمعة ستكون بين الاتفاق والفيحاء. ماذا قال سياف البيشي مدير الكرة في الاتفاق عن الفريق هذا الموسم؟ زي ما تفضلت هذه مرتنا الثالثة على أرضنا، 4 نقاط من المباراتين، نوعا ما جيد. بكرة المباراة الثالثة نطمح أن نكمل مسيرتنا صراحة. المدرب عمل تحضيرات من بداية الأسبوع، لاعبين جاهزين، وإن شاء الله أنهم قدموا مستوى إن شاء الله يليق بنادي الاتفاق. حضور وغياب بعض العناصر المؤثرة في الفريق عن مواجهة الفيحاء. في عندنا غيابات صراحة، عندنا لاعبة مؤثرين جدا اللي هو الكابتن محمد كويكبي وحزاع الهزاع، ولكن هذه فرصة للبديل نقدم مستوى وندرب مركز على مجموعة من بداية الأسبوع في تحضيراته. الجمهور لازم يحضر يأزر فريقه، ومن حقهم يعاتبون، وحنا طبعا سواء المدرب أو الجهاز الإداري أو نتقبل نقد الجمهور، والجمهور دائما هو الوقود لنا. الاتفاق أبقى على أكبر عدد ممكن من المحترفين الأجانب من الموسم الماضي. والله شوف كرة القدم الأربعة تقريبا الأربعة زي ما تفضلت، الاستقرار في عالم كرة القدم مطلوب، وأيضا اللي وقعوا معنا الأربعة قدموا مستويات جيدة العام الماضي، لعبوا مؤثرين، فلذلك المدرب أصر أنهم يكونوا موجودين اللي هم الأربعة، وهم قاعدين يقدموا مستويات جيدة، وإن شاء الله أنهم راح يقدموا مستويات أفضل إن شاء الله. وهذه وقفة مع اليوم الرياضي في دقيقتين. أعلنت لجنة المسابقات تقديم مباراة الفيصلي والرائد ضمن الجولة 7 لمدة 24 ساعة، ونقل المباراة من مدينة الملك عبدالله في بريدة إلى مدينة المجمع الرياضي.
تراجع ترتيب المنتخب السعودي مركزا في تصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم ليصبح بالمركز 70. وأكد تركي آل الشيخ على حسابه في تويتر ثقته في إدارة اتحاد جدة ووعد بحسم أمر التعاقد مع المدرب الجديد للفريق في اليومين المقبلين. عاود المنتخب السعودي تحت 19 عاما تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الطائف ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لفئته العمرية. أعلن نادي النصر السعودي أن لاعبه البرازيلي بيتروس سيغيب لمدة 8 أيام إثر الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد القادسية في الدوري. ناقش مجلس إدارة جمعية تصديق لاعبي كرة القدم الخيرية باجتماعه بالرياض آلية التعاون مع وزارة الإسكان فيما يتعلق بنظام الإسكان الميسر لصالح اللاعبين القدامى. يواصل المنتخب السعودي للجودو مشاركته في بطولة العالم في أذربيجان. يخوض اللاعب عبد العزيز البيشي اليوم الجمعة منافسات وزن 66 كيلوغرام. إذن محترف أحد البوسني سيبوفيتش يبدو سعيدا جدا بتجربته الاحترافية مع أحد. هنا لقاءه مع الزميل أحمد الرايقي، وأنا أشكركم على طيب المتابعة وأستودعكم. منذ قدومي إلى السعودية شعرت بأن الأجواء هنا جميلة لكن حارة قليلا، وهو أمر كنت أعلمه قبل سفري وحاولت التأقلم على ذلك. ربما يمتلك البعض في أوروبا فكرة مختلفة عن السعودية، لكن الناس هنا طيبون ولطيفون جدا. تجولت في المدينة المنورة، كل شيء نظيف هنا والمكان جميل جدا، أحببتها كثيرا. إنها مدينة هادئة مقارنة مع الدول التي سبق وأن احترفت فيها كالمغرب ورومانيا. هناك الأجواء صاخبة جدا، العديد من السيارات، وأنا أحببت الأجواء الهادئة في المدينة. عندما يسمعون أنني من البوسنة يشعرون بالسعادة، قالوا لي إنهم يحبون أبناء البوسنة، وأعتقد بأنني اللاعب البوسني الوحيد هنا بالدوري السعودي في السنوات العشر الأخيرة. موسك حرم الحرم، أحب أن أذهب إلى هناك. كل فجر أتوجه إلى المسجد النبوي مع زميلي بالفريق زهير العروبي. المكان هناك جميل، أشعر فيه بالراحة والسعادة، فأنا أمتلك الآن فرصة العيش في المدينة المنورة وأن أصلي في مسجد الرسول كل يوم. عندما تتخيل أن هناك أناسا يحلمون بأن يزوروا المدينة المنورة أو مكة، تشعر فعلا بأنك تمتلك فرصة رائعة وأنت تعيش في هذه المدينة. فريق أحد يحتاج إلى نفس الأمور التي يحتاجها أي ناد لينجح. في الحقيقة لم نمتلك الحظ للفوز أمام النصر والأهلي في الجولات الماضية. بدأنا بشكل جيد، ربما نحتاج لأن نركز أكثر وأن نلعب بجدية أكثر، لأننا نمتلك كل شيء كمقومات فنية. كل العاملين في النادي يدعموننا بشكل كبير، لا يتأخرون علينا عندما نحتاج إلى شيء، خصوصا معنا نحن اللاعبين الأجانب. فعندما نحتاج لشيء خاص بنا أو حتى بأسرتنا، أوراق رسمية، إشكاليات في السكن أو في سيارتنا، كل شيء يتم تأمينه لنا. قبل أن آتي إلى هنا، بعض من زملاء اللاعبين نصحوني بعدم المجيء، لأن فريق أحد كان سابقا يصارع على تفادي الهبوط أو التأهل للدور الممتاز، لكنني أصررت على الحضور وأنا سعيد وفخور بهذا القرار. وبعدما رأيت العمل الذي يقدم والتدريبات، أنا متأكد من أن نادينا لديه المقومات لينهي الموسم في وسط الترتيب وربما أكثر من ذلك. اللاعب الصربي ألكسندر بازيتش المحترف في نادي الاتحاد أعرفه من قبل، لعبت ضده كثيرا. أعرف أيضا اللاعبين سام مارتن وعبد الغني فوزي اللذين لعبا في الاتحاد سابقا. مع فوزي تكلمنا كثيرا عن الاتحاد،
قال لي إن هناك مشجعين وصفهم بالمجانين وأجواء رائعة، معتبرا أنه أمر جميل أن تلعب هناك. قال لي الكثير من الأمور عن الاتحاد. في الدوري السعودي وكذلك المغربي نسق الأداء في المسابقة عال. تلعب بإيقاع سريع، ليس لديك الوقت للتفكير كثيرا، أنت تريد أن تسجل الكثير من الأهداف. أعتقد أنه في المغرب ربما هناك تكتيك أكثر، الفرق منظمة بشكل أكبر. هنا أعتقد بأنهم يحاولون تحسين هذا الأمر عبر المهارات الفردية، لأنك هنا تمتلك أفضل اللاعبين مثل أحمد موسى ونور الدين مرابط في النصر أو عموري في الهلال وعمر السومة في الأهلي، وكذلك الكثير من اللاعبين الجيدين في نادي الاتحاد. جربت الكبسة، تناولتها مع اللحم. في البوسنة لدينا أكلة ربما ليست مثلها تماما لكنها تشبهها إلى حد كبير. أحب الأرز كثيرا، لذلك ليست لدي أي مشكلة مع الطعام السعودي، لكنني أتمنى أن يكون حارا قليلا، فأنا أحب الأكل الحار. أعرف هذا، إنه النعناع، تستخدمونه مع الشاي أعتقد. عندما يأتي الناس من الحج إلى البوسنة يجلبونه كهدايا إضافة إلى التمر والعطور، وكنت أحب شربه مع الشاي المغربي عندما كنت في فريق المغربي. أحب أن آتي إلى مراكز التسوق كثيرا يوما بعد يوم تقريبا لشراء العطور والملابس. الجميل هنا توفر أنواع مختلفة من المطاعم، صيني وإيطالي ومصري، لكن لم أرى مطعما مغربيا وعلي أن أجد واحدا. Good one. زبين زبين. Java or grab and pineapple. But if I drink this one, I score goal. Yeah. إذا شربت من هذا هل سأسجل أهدافا؟ First time when I come in Saudi Arabia, when people saw me, they look at me and they say everybody say mashallah, mashallah because I. عندما أتيت إلى السعودية كانت الناس تنظر إلي وتقول ما شاء الله ما شاء الله، لأنني طويل جدا، فهم ليسوا معتادين على رؤية رجل يقترب طوله من المترين. بعد البلاي ستيشن أحب لعب البلياردو كثيرا، وكذلك أحب لعبة البولينج. علي أن أجد مكانا قريبا هنا لممارسة هذه الألعاب.